تيسبريس. تيسبريس.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. المعرض الوطني للمراعي الدورة الثانية ديالو اللي ان شاء الله نتمنوا له النجاح والاستمرار. هذا العام ان شاء الله فيه واحد جديد انها غادي تشمل واحد العدد ديال الانشطه اللي كتصاحب العروض اللي غادي تكون. والاهم الاهميه ديالو هي انها غادي تجي تكميله لما بدانا في الدوره الاولى من ناحيه ديال القانون ديال المراعي اللي خرج للوجود في السنه الماضيه. وهذا العام غادي يتناقش ان شاء الله النصوص التنظيميه اللي قريب تنزل باش يتم التطبيق ديالها ويكون كاداه للحد من المشاكل ديال الراعي الجائر اللي والمناوشات اللي كتوقع ما بين الكسابه وما بين الناس في المنطقه. هذا المعرض كذلك المهرجان ككل فيه معارض، فيه معارض اللي كتهم المنتجات المحليه المجاليه اللي عندها ذات الصله بالدرجه الاولى بالمجال الرعوي. وكذلك هناك مشاركه ديال العديد من الشركات والعديد من الجهات اللي عندها مراعي اللي غادي تشارك معنا ان شاء الله وتاتت الفضاء بالعروض ديالها باش تقرب الناس من التجارب ديالها وتقربهم كذلك من الخدمات اللي يمكن نقدموها للشركات للكسابه في هذا المجال. كذلك كاين الندوات اللي قلت عليهم، لان واحد الرواق الخاص بالندوات اللي غادي تكون فيه مناقشه ديال هذه النصوص ويكون اشراك المجتمع المدني والساكنه اللي عندها اهتمام باش تغني هذا الحوار ونخرجوا واحد الماده اللي غادي تكون نهائيه لهذه النصوص التنظيميه اللي يمكن لها انها تنزل هذا القانون على ارض الواقع وتكون هي اداه للتنظيم والزجر كل المخالفات ديال الراعي الجائر على ارض الواقع وبالمنطقه. الا نهضرنا على الشق اللي كيهمنا تقنيا، ان هذا المهرجان ديال المراعي جاء ثمره ناقوس لقرع ناقوس الخطر على الاراضي ديال المنطقه اللي تدهورات ولات نتيجه الراعي الجائر، اللي خصنا نردوا لها البال ونردوا ننظموا كذلك الاستغلال ديالها لا من ناحيه ديال الساكنه المحليه الكسابه ديال المحليين ولا حتى الناس الروحه اللي كيمروا عن تيزنيت، خاصه تيزنيت هي منطقه عبور عبر التاريخ. اذا لابد ملي يمروا هنايا يمروا باقل الاضرار، لان هذا الشيء ماشي جديد، هذا تاريخي وما يمكنش تجي توقفوا مره واحده، ولكن خاصنا بدل ما نوقفوا خاصنا ننظموه باش ما ياثرش على المجال الرعوي وعلى خاصه الغطاء النباتي المحلي اللي خصنا نحافظوا عليه، لان كاين قرض حتى هو وفيه نباتات اللي موجوده غير في المنطقه بالذات وخصنا نحافظوا عليها باش ما تمشي لناش ويبقى المنطقه كلها صحراء.